سلام بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. في هذا الفيديو هذا غادي نحفزكم تنوضوا تهلاو في راسكم معايا قبل الدخول للمدرسه. انا عارفه شي وحده فيكم دخلوا مي باقي الحال، كي اللي باقي ما دار حتى شي حاجه، كي اللي باقي يلا غادي يدخل. المهم عندكم كوليج ليسي لافاك اي حاجه، اليوم غادي تحفزوا معايا تهلاو في راسنا، في شعرنا، في لحمنا، في وجهنا، في كل شيء. غادي نصايب معكم سكراب ماسك، كل شيء غادي نبارطاجي معكم دي برودوي كنستعمل. المهم اليوم ديال العنايه، على خليكم في الفيديو. مهم بنات، اول حاجه غادي نبداو بها وهي الشعر. ميم هاد السليله هادي دايراها في البيت، حتى من بعد في شي فيديو ندير لكم روم تور ونوريكم كل حاجه في البيت ديالي، كيفاش حاطاها وكيفاش منظمه وكلشي. المهم اول حاجه غادي نديرو وهي غادي نديرو ماسك للشعر. الوغ دابا البنات نديرو الماسك ديالنا، واهم حاجه في الماسك ديالنا هو ماسك ديال اليغانس. البنات صراحه فن كيستاهل، ديجا جربته معاكم في الفيديو اللي قبل من هذا. بالمناسبه مع الثمن ديالو النتيجه ديالو كتكون فنه صراحه، جربته وعجبني النتيجه ديالو وديجا قلتها لكم في يوتيوب وحتى في انستغرام. دونك غادي نحتاجو الماسك ديال اليغانس، غادي نحتاجو بيضه، نتوما عارفين الفوائد ديال البيض وزويته. المهم انا ما عندي حتى شي زيت في الدار حاليا، دونك غادي ندير زيت البلديه. الا نتوما عندكم في الدار زيوت ديال الشعر استعملوهم، دي حاجه مزيانه اكثر من زيت البلديه. دونك دابا نخلطوا الماسك ديالنا. بنات الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ولا كتفرجوا في الفيديو ديالي، ما تنساوش تشاركوا في القناه باش تكبر العائله ديالنا، وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وخليو لي لي كومونتير زوينين ندير لكم، راه كنقراهم كاملين، وحتى الافكار اللي كتقولوا لي على انستغرام كنحاول انني نصورها لكم كاملين هنا في يوتيوب. دونك بنات ها هو الماسك ديالنا دابا واجد، القوام ديالو هو هذاك. دابا جاهز انني نديرو على الشعر. الطريقه ديالو هو ديرو على الشعر يكون مبلل يكون فازك. ديجا بارطاجيت معكم هاد السبري هادي. شنو كندير انا؟ كنشد شعري كنفرقو على جوج، كنشد وحده كنجمعها وحده نخليها، كنبقى نفرق شعري ونبقى نفزك الزغبه بزغبه، ومن نفزكها كنابليكي عليها هاد لو ماسك بحال هكا بهاد الطريقه، بحال كندير كيراتين، بحال كنشدها نجبدها مزيان ونسرحها باش تغلغل ليا الماسك في الشعر ديالي، وصافي هكا كديرو على الشعر كامل ونخليه لمده ساعتين. المهم انا غندير عليه واحد الميكا نشد بها شعري مزيان وندير من فوقه زويف ونسد عليه ليه لمده ساعتين، صراحه زوين. والبنات اللي غيسولوني الثمن ديال اليغانس هذا الموف، راه دايره البنات 40 درهم في اي بلاصه. الا غلى عليكم شي واحد ما تاخذوش من عند، راه داير غير 40 درهم في كاع البلايص. المهم انا وجدت البلاصه، درت الضو باش نبقى نشوف راسي، المرايه باش نشوف شعري، الماسك ديالنا المشيطه، وهنايا كنتفرج في واحد المسلسل هو راه قديم شي شويه، راه في 2019، سميتو خمسة ونص في شاهد ولا شي حاجه بحال هكا. كنتفرج فيه صراحه زوين، كندوز به الوقت وصافي. المهم انا نخدم ونتفرج فيه ونابليكو لو ماسك على شعري. المهم بنات ساليت، المهم معرفتوش على الشعر اصلا، هاد المره حسيت به جميه اكثر. المهم درتو على شعري كامل، وركزوا ليا على البنات على الاطراف ضروري حيت هما اللي كيكونوا متضررين اكثر. صافي دابا غادي نجمعوا واحد الشفنجه، باغا نخليها مطلوق، غنجمع واحد الشفنجه وغادي ندير الميكا وندير سميتو زيف حياتي ولا شي حاجه. المهم نجمعو مزيان ونخليه ساعتين ونرجع لكم نكملوا الروتين ديالنا. دونك فانا دابا غادي ندوزو للبشره. اول حاجه غادي نبدا بها اكيد وهي نيتواياج، غادي نيتواي لا بو ديالي بلو جي سيغاف. هذا البنات كيناسب البشره الدهنيه هذا الكبير. البنات اللي كيسولوني واش كاين ديال البشره الجافه اولا، بزاف المعلومات على البشره على العنايه وداكشي، دخلوا عندي الانستغرام اللي هو هذا، كنحط فيه كلشي المعلومات لي برودوي الاثمنه الاراء ديالي كلشي. غيدخلوا عندي غيعجبكم الحال تماك، غادي تلقاو اللين ديالو في ديسكريبسيون. وغادي ندير هادي هاد لاباري هادي، غادي ندير فيها لو جيل نيتوايون ونحك بها مزيان وجهي، خصوصا المنطقه ديال النيف والدقن حيت هما اكثر بلايص كيتجمع فيهم الوسخات وكيوليو دي بوين نوار هكا وداكشي. دونك نمشي نغسل البشره ديالي ونرجع لكم. مهم بنات انا غسلت البشره ديالي نتويتها مزيان، واليوم غادي نجرب معكم هاد لاباري هادي. عرفتوا منين هي عندي؟ سيدين فريمون سيدين. وما كنجربهاش ما عرفتش علاش، عرفتي مخبياها. قلت اليوم غادي نجربها معكم ونستافد منها، لانه شحال هذه صراحه ما استعملتها، مسكينه مخبياها. المهم نقول لكم الثمن ملي شريتها وكل شيء، وغنجربها معكم ونوريها لكم كي دايره، حيت بزاف الناس كيسولوني عليها في انستغرام كيقولوا لي واش زوينه واش نشريها وداكشي. دونك اليوم غنجربها معكم حيت انا شحال هذه ما درتها. دونك بنات دابا نحلها معكم، هي راه كتعكس شويه في الحله بلاتي. اوطات
وحده. شوف كتجي هكا كتجي على هذا الشكل هذا، كتكون فيها هاد لاباري ديالها وكيكونوا فيها اربعه ديال الريوس، كاينه هنا ثلاثه والرابع كيكون هنايا بالشارجور، شارجور واقيلا توضر. هادو البنات واحد بحال اسبونج كديريه فواحد البصانة نوريها لكم دابا، كيعطيوك منها بزاف. هادشي نخدها دونك بنات كتجي على هذا الشكل هذا. هي دابا راه ما مشارجياش، غادي نحطها تشارج عاد نستعملها، مي بغيت نوريها لكم هكا بالخف قبل ما نديرها. كتجي على هذا الشكل هذا، كيكونوا فيها فوليوم هكا الاول والثاني والثالث، كتبداي من الحد الاقصى الحد الادنى الى الحد الاقصى، هذا الثالث هو اكثر حاجه، يعني كتزيدي في الفوليوم ديالها باش كتشفط لك لي بوين نوار يعني بطريقه حاده. انا ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، ولكن المهم انا جربوها غتفهموا. كتجي فيها هاد الرويزات، انا هذا هو اللي كيعجبني، هذا هو اللي كندير بحيث كيبقى يدخل ليا المناطق الصغيورين، هو وهذا. شوفوا هذا كيفاش داير، هذا النيف والدقن مزيانين حسن، هذا وهذا. هادو الاخرين كاينين هاد الجوج هذا اللي بقاو كيجيو على هاد الشكل هذا، هذا كبير وحتى هذا ما عرفتش علاش كيتستعمل. المهم انا كندير هادو، هادو هما اللي كيجيوني مناسبين وكيساعدوني بزاف انني نحيد لي بوان نوار، عرفتي شحال هادي ما استعملتها. المهم هكا كتبقاو تبدلو في الريوس على حسب المنطقه اللي بغيتو نتوما، وعلى حسب كل منطقه وشنو كيجي معاها. دونك البنات هادي راه كتشارجا، كديروا هاد الشارجا عندها الشارجور ديالها، غنمشي نقلب عليه، الا ما لقيتوش راه غندير واحد الشارجور اخر، ها هو البلاصه ديال الشارجور سامسونج، كديروه فيها في هاد البلاصه هادي وكتحطوا هاد الشارجه بالزربه كتشارجا وصافي. دونك البنات اللي كيسولوني عليها، هادي هي لا مارك ديالها، كنت خديتها يا اما 120 يا اما ب 130 درهم من درب عمر اللي كيبيعوا بالجبله في قصارية ديال عين البرج، هي اللي خديتها منها، وخديتها 120 اولا 130 درهم، كنت خديتها شحال هادي صراحه سنين وهي عندي، مي صراحه هامله ما كنستعملهاش بزاف. دونك انا دابا غنحطها تشارجا، وملي غتشارجا مزيان غادي نديرها المنطقه ديال النيف بغيتو يخوى من لي بوان نوار، هي والبلاصه ديال الدقن وصافي. هادو هما الاماكن اللي انا كنديرها ليهم، كتديروها لوجهكم كامل تقدروا عادي وصافي. المهم كنتو كتسولوا عليها انا وريتها لكم. الوغ بنات بما حطها لاباري كتشارجا، دابا غادي ندير معكم واحد الماسك زوين للبشره، سمعت عليه بزاف اول مره استعملو، دونك غادي نبارطاجيه معاكم ونقول لكم زوين اولا لا. دونك البنات المكون الاساسي في هذه الوصفه هذه وهو السدر، السدر المطحون. هذا البنات منين غتقدروا تجيبوه غتمشيو للعطار غتقولوا ليه عطينا جوج دراهم ديال السدر مطحون، غيعطيه لكم في واحد الميكا فيها بزاف، عرفتي درت بها واحد الكوماج، غادي نبارطاجيه معاكم، درت بها واحد الكوماج وباقي ليا الميكا عامره، ودابا انا كنستعمل هذا وباقي ليا الساشيه عامره، غير جوج دراهم فيها الخير كامل. وثاني مكون البنات وهو دانون طبيعي، دانون مسوس عادي صافي، وهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا. دونك غادي نديرو معلقه اولا جوج معلقات، صافي جوج معلقات مزيانين، جاتني انا كفايه. وغادي ناخدو دانون مسوس حتى هو، غادي يعمر ليا بالخضوريه ماشي مشكل، صوت ندير جوج معلقات اللي قدنا في وجهنا، الا كنتو باغين كميه اكثر غديريها انتي يا وماماك ولا انتي واختك ولا انتي وصاحبتك، زيدوا الكميه كثروا من المعالق ديال السدر والياغورت حتى هو، وما تنساوش ديروه في تغلفوه بشي حاجه باش ما يقدمش لكم في الثلاجه. البنات ها هو الماسك ديالنا وجد، شوفوا القوام ديالو جا قاصح. البنات الا ما عندكمش دانون في الدار تقدروا ديروه غير بالماء، تخلطوه غير بالماء ولكن حضيو باش ما يجيكمش القوام ديالو ميه بزاف. دونك البنات اللي غيسولوني هذا الماسك هذا لاياش كيصلح، السدر كيصلح انه كيعطي واحد ترطيب البشره اي اوسي كيفتح اللون ديال البشره، انا درتو غير لاجل تفتيح لون البشره وزوين، كيقول لك حتى حبشبان مزيان اللي كينشف هكا الحبوب. دونك انا غادي نجربو معاكم ونقول لكم كيدير النتيجه ديالو. ايوا بنات جبت هذه باش نابليكي بها لو ماسك ديالي، هاد البنات كنت خديتهم من بيم، هما راه كيجيو جوج، كنت ديجا بارطاجيتهم معاكم في واحد الفيديو ديال مشترياتي.
كيجيو جوج مع بعضياتهم شي 50 درهم بحال هكاك. وصراحه زوينه ما صدات ليا ما حتى شي حاجه، ديما كنستعملها كندير بها لي ماسك ولا كاليتي ديالها زوينه. الا ما لقيتوهاش جبي حيت راسها شحال هادي كانوا جابوهم، تاخذو من عندهم مالي الماكياج. انا عندي واحد الوحده صغيره خديتها بشي 8 دراهم ولا 10 دراهم ولا مع 13 درهم على حسب ما عقلتش بالضبط، حتى هي زوينه ولكن شي شويه صدات ليا. دونك الا بغيتو تاخذوا شي وحده زوينه قلبوا على شي كاليتي زوينه فشي بلاصه بحال بيم، الا لقيتوهم غير زعما خذوهم باش ديروا بهم لي ماسك ديالكم. المهم بنات انا درت لو ماسك على البشره ديالي، وما تنساوش ملي ديروه على وجهكم ديروا حتى على عنقكم باش حتى هو يستفاد. المهم دابا غنخليه مده 20 دقيقه ونرجع لكم. شوفوا البنات حيت لو ماسك بهاد لي بونج هادي، غتسولوني منين من عندهم الماكياج نيت بشي 13 درهم كيكونوا فيهم جوج حبات، عرفتي ساهله عرفتي حيدات لي الحنك الاول بكل سهوله، يعني بلا ما تبقاو تعذبوا وتغسلوا بايديكم حيدوا الماسك غير بهادو حسن ليكم. ايوا دابا حيدنا لو ماسك، دابا نمشيو نحيدو لي بوين نوار. بعدا نقول لكم النتيجه ديال الماسك، رهيب رهيب رهيب. عرفتوا البنات واحد ليكرا في الوجه خطير. بعدا من اول زعما من اول استعمال، انا اول مره نجربو راه قلتها لكم فن زوين يستاهل. دونك غادي نعاودو ضروري غادي نعاودو، جو لا ريكوموند، وغادي نعاودو معاكم حتى شوف انستغرام ندير لكم هكا واحد الفيديو خفيف ظريف في انستغرام ديال هذا لو ماسك هذا لانه زوين وعجبني. ايوا صحتي. المهم دابا غنمشي نحيد لي بوان نوار. المهم بانت انا حيدت شويه مني في الدخن ديالي، ما عرفتش واش كيبان لكم اولا لا، المهم سمحوا لي حاشاكم. صافي بركه لانه ضراتني هي، راه كضر حيت كتجبد اللحمه. المهم دابا انا غادي نمشي نغسل المنطقه ديالي في الدقن ونرجع لكم. دونك بنات قبل ما ندخلوا للدوش غادي نوجدوا واحد السكراب يكون زوين باش نديروا واحد الكوماج للجسم ديالنا كامل باش اننا نتفاداو جلد الايوازدا خصنا ملي كنحيدوا الزغب وداكشي. المهم اجيو معايا نوجدوا ساهل داكشي عندكم في الدار غادي تلقاوه. اول مكون البنات وهو القهوه، صافي كنحس باقي لا بركه. ثاني مكون البنات وهو سنيده، سنيده. اخر مكون البنات وهو جلد دوش. انا البنات هذا هو الكود كير ديالي دوف، كان حماق عليه فيما كيساري كناخذ واحد جديد بشي نكهه جديده بشي حاجه فيه جي جديده. هذا مره خديت فيه هذا اللوز والورد، صراحه فن البنات عرفتي واحد الترطيب زوين والريحه زوينه. المهم جلد دوش اللي عندكم في الدار كتستعملوه ديروا بواحد الكميه كافيه. المهم بنات حتى ندخل الحمام ونخلطو مزيان بيديا ونديرو ديك الساعة ندير بيه الجسم ديالي سكراب وهداك على حقو طريقو نخرجو هكا كنشقشقو. مي دابا غادي نوجد الحاجات اللي غندخل معايا للحمام، جيل دوش وشامبوان وداكشي. المهم اجي وجدو معايا. ايوا بنات المهم جبت غير الاساسيات داكشي الاخر راه في الدوش بحال المشيطه ولا شي حاجه راه في الدوش. المهم هذا الشامبوان المعتمد حاليا، ماشي حاليا شهور دابا نقولوا عام لا. المهم السيف هذا يلا خديته، كنت مشيت للمجال ديال المحمديه ولقيت برومو جوج ب 58 درهم وراه وريته لكم في ستوري في انستغرام. المهم هذا باقي مسدود باقي ما جربتوش، غادي نغسل به هذه المره راه سالا ليا وما خديتش ابخي شامبوان ما كنحتاجوش بزاف. والغسول لينجين انتيم ديالي صراحه مرتاحه عليه دابا كيحمقني ديال بيوسيبت. البنات صراحه زوين غيعجبكم اللي كتقلب على شي جيل انتيم زوين. كاين هذا ديال بيوسيبت غادي تلقاوه في لابارا فارماسي وحتى في لي فارماسي اللي حداكم بخي ريزونابل زوين صراحه. غادي ارتاحوا ليه حيت فيه مستخرجات طبيعيه بحال البابونج بحال لالوي فيغا اي اوسي لا بروفيتامين بون بي 5. مهم زوين ونانا دابا معتمده والبنات كيتستعمل كل نهار حيتاش البي اش ديالو امن 5.5. مهم لو جيل دوش ديالي قهرت كوبي في انستغرام في يوتيوب دوف. وهادي هادي البنات يلا شريتها كندير بها كندير فيها جيل دوش هنايا كيخرج هنا وكنغسل بها اللحم ديالي بحال هذيك الليفه اللي كنغسلو بها. هادي جديده خديتها بشي 25 درهم من عند مول الماكياج. ايوا صافي غادي ندخل غادي نغسل شعري وندير سكراب وكلشي وصافي ونرجع لكم.
كوكو بنات، المهم خرجت من الدوش، لبست البيجامه ديالي، كلشي عطيت واحد التدويشه واحد داك سكراب تدي. المهم اللي خرجت دهنت لو كور ديالي بهاد الكريم ديال نيفيا، عطيت ريحتها زوينه، خصكم تجربوها، ريحتها فنه. واخا انا ما عنديش مع الكوكو ولكن عندي ريحه خطيره خطيره. ودابا غادي نرش على لو كور ديالي وحتى الحويجات هاد سبراي هادي ديال لوفالي. البنات اللي كيبغيو ياخذوها كسبراي زوين الريحه ديالو كتبقى، خذوا ديال لوفالي راه 25 درهم عند مول الماكياج. عندي هادي، عندي بلاك اوبيوم، عندي جود جيرل، عندي بزاف. المهم كحيت هاد لوفالي كتعجبني هادي، دونك نرشها. الله شوفوا الفيرني البنات، واخا كتعومي واخا ما عرف شنو ديري كيبقى هو هو. غادي ندير لكم فيديو مخصص عليه، راني درت واحد الواحد مي صراحه ما عجبنيش، وملي درت هذا ما صورتوش لكم. وزوين هذا الشكل هذا، غادي راه في يديا بجوج الابيض وقصر الضفاري، كشي كيوت فن. غادي نعاودو غير نعاودو نصورو لكم، نوريكم لاباري وداكشي اللي كتحتاج كله، ما متخافوش. ودابا ندوزو للبشره. اول حاجه غادي ندير، غادي ندير هاد لا كريم العشق ديالي سيكا بلاس بومبي 5 ديال لا روش بوزي، هادي البنات غادي نقول لكم شنو هي. هادي اولا مرطب للبشره الجافه، اللي عندها بشره جافه اولا عادي تقدر ديرها، مرطب خطير. هادي ابيزونت، سي اون كريم ابيزونت، يعني كتهدئ مهدئه ملي كديري شي روتين ولا شي حاجه والبشره ديالك كتحسي بها غتهيج اولا تهيجات، انا غنديرها. و اوسي سي اون كريم ريباراتريس، كترمم لك البشره ديالك. المهم هي زوينه، وانا كنديرها اول مره خديتها على قبل ليطاش ديال الحبوب. المهم هي فنه البنات، يعني الا لقيتوها غير خذوها، انا كنصحكم بها زوينه. هذه الكبيره ب 140 درهم. المهم نابليكيها على وجهي ونرجع لكم. بغيت غير نقول لكم البنات راه خرجت وحده جديده، هي النيت مي فيها 50 اس بي اف، يعني تقدروا ديروها في الصباح بلا ما ديروا ليكرون. واخر حاجه غادي ندير مرطب ديال الشفايف كارميكس العشق ديالي، هذا المال ديال 40 درهم زوين. البنات اللي عندهم فمهم هكا مشقق اولا ناشف بزاف، هذا كارميكس زوين، راه ما فيهش اللون ولكن بيرفيكتو. ودابا البنات غادي نمشي نتكا نسترخي مع راساتي، عرفتوا غير كنعوم صافي كيجيني النعاس. اهتميت بالشعر ديالي، اهتميت بالجسم ديالي، اهتميت بالبشره ديالي، كلشي دزت على كل بلاصه اهتميت بها. دونك دابا ما عليا غير نمشي نتكا نسترح، شعري مازال دايره ليه الفوضه، ما غاديش ما نشفو لا بسيشوار لا حتى شي حاجه، غنخليه بحال هكا. اصلا شوفوا هو كيخرج هكاك زوين وهابط، يعني ما تحتاج اصلا تنشفوه ولا شي حاجه زعما تسرحوه ولا يتخبل لكم ولا شي حاجه، كيخرج هكا. المهم كنصحكم بإليغانس البنات، راه زوين ودير 40 درهم، عقلوا عقلوا صافي. المهم دابا نمشي نتكا حتى يجي وقت العشاء ونتعشاو. عرفتوا البنات خاصكم فريمون تذوقوا هاد الباستا هادي، كيفاش الباستا هاد لي باتا هادو كيفاش جاوا، فريمون جاوا فنين. اول مره نذوقهم بهاد الطريقه صراحه، درناهم بطريقه جديده ماشي عادي بلاصوص طوماط هكا وزرب عليهم وكل، هادو صراحه جاوا بنان. الا بغيت ندير لكم الطريقه ندير لكم هكا فشي فيديو ولا شي حاجه، قول هي في لي كومونتير حتى جات بنينه 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 بنينه. شوفوا بعدا غير اللون بعدا كدير بحال راه كتاكلي بصوص الجيريان المهم زوينه، انا بغيت نديرها لكم في فيديو اخر. ودابا بنات غادي نكونوا سالينا راه فيديو ديالنا، كنتمنى انني نكون حفزتكم انكم تنوضوا تهلاو في راسكم كيف ما انا حفزت راسي معكم ملي كنت كنصور لا فيديو. وصافي حاولت انني ندوز على كل شيء. ودابا واجده انني اولا نمشي نعس حيت صافي ساليت لكم المونتاج ديال هذا الفيديو باش نحط لكم ان شاء الله، وواجده انني ندخل للمدرسه هكا كندير هكا هكا هكا. وصافي اذا كانت شي حاجه زايده مثلا بغيت نزيد نتهلا براسي مازال غادي نبارطاجي معكم فيديو جديد. مهم كنقول لكم حليكم، شكرا على التفاعل ديالكم او على المتابعه ديالكم، وباي باي، نتلاقاو فيديو جديد.